دكتور محمد الجندي المحامي محامي اللواء حبيب العدل وزير الداخلية الأسبق. تحدث السيد عضو اليسار اليوم في ملخص عن ظروف الدعوة وظروف الطعن، ثم حاول الدفاع أن يبدأ في مرافعته وتفنيد مذكرة النيابة العامة وإبداء أوجه العوار وعدم قبول الطعن شكلا، وأن هناك طعون جوهرية تتعلق بالشكل في طعن النيابة العامة فضلا عن الطعون الموضوعية التي تتعلق بصحة الطعن ومخالفته للواقع والقانون، وأن الحكم الذي صدر ببراءة اللواء حبيب العدل ورئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك قد أصاب صحيح القانون، إلا أن المحكمة الموقرة قررت أنها سوف تقوم بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة 7/5 حتى يتم تقديم الاسطوانة المدمجة التي طالبت النيابة العامة بضمها إلى الأوراق وتجهيز الوسائل الفنية اللازمة لعرض تلك الاسطوانة. تواجدت هذه الاسطوانة من قبل في الجلسات السابقة، وبالفعل تمت مشاهدتها من قبل، وظهر فيها كيف أن هناك مونتاج في هذه الاسطوانة، وكيف أنها قدمت بغير وسائل فنية لازمة أو بتصريح من المحكمة، وكيف أنها وصلت إليها يد العبس واقتطعت فيها المشاهد وبطر فيها فحوى الأوضاع والأحداث التي صورت في تلك التظاهرة، حتى يساء رأي وجه الشرطة أمام الرأي العام، وحتى تثار الجماهير، وحتى يحدث فوضى في بلدنا العزيز مصر. ولكن أبت إرادة الله إلا أن يحفظ هذا البلد ويتماسك هذا البلد، ولا نصل إلى المسلسل السوري أو الليبي أو العراقي أو غيره من تقسيم البلد إلى دويلات داخلية.